دونك تروازيام كو هو لو كو دو ريبتور او دو بينوري، هو لو كو ديال الانقطاع ولا ديال النفاذ ديال السلعه. C'est un ensemble de coûts supportés par l'entreprise en cas de non-satisfaction d'une commande, absence d'un article commandé dans les stocks. هو واحد لو كو اللي كتسيبورتي الشركه ولا كتحمل الشركه في الحاله ديال النفاذ ولا عدم تلبيه واحد لا كوموند ديال واحد الكليان، لان داك الارتيكل ما بقاش عندنا في ستوك. سي كو ريبريزونت بار لا بير دي كليون، التكاليف ولا المصاريف اللي كنصرفوها هي ان كنفقدوا هذاك الكليان، وممكن غومبلاسيو واحد الارتيكل، يعني نعوضوا واحد الارتيكل بواحد الارتيكل غالي، ولا ممكن نستعملوا وسائل ديال النقل ايرجونت ولا في حاله طارئه. علاش؟ لانه داك الكليان درنا معاه كونطرا ولا ما يخصناش نفقدوه، اذا هذاك كل المصاريف اللي كنصرفوهم في الحاله ديال داك ستوك الا ما كانش عندنا ولا داك الارتيكل ما كانش عندنا، هو اللي كيتسمى لوكو دو ريبتور ولا دي بينوري. هاد لوكو دو ريبتور ما عندناش اون فورميل، ماشي بحال لوكو دو بلاطاسيون ولا لوكو دو بوسيسيون. دونك واحد لا سانتيز، واحد الريزومي، ان لوكو جينيرال اللي كتصرفو من الشركه هو لوكو دو لونسمون زائد لوكو دو بوسيسيون زائد لو كو دي بينوري. بلوس كو لو كو دي بينوري ما عنديش فورميل، دونك الا كان عندنا شي مونطون ديالو راه كنزيدو. لو كو دو لونسمون كيس ولا دوموند على كونتيتي ديجا شفناه، فوا لو كو يونيتير دو لونسمون زائد لا كونتيتي ابروفيد المقسومة على جوج ولا لو ستوك مويان مضروبة في لوطو دو بوسيسيون مضروبة في لو كو يونيتير دو بوسيسيون. دونك الا خدنا اكزومبل، عندنا لا دوموند انيويل كتساوي 100000 يونيتي، وعندنا لا دوموند انيويل كتقسم على 4 لي كوموند، وفي كل كوموند كناخدو 25000، اذا 100000 الى قسمنا على 4 تعطينا 25000 يونيتي، وكل كو يونيتير ديال واحد لا كوموند راه كتساوي 250000. دونك حنا لو نحسبو لو كود لونسمون انيويل ونستنتجو ديدوير لو كود لونسمون، الى عندنا لا كونتي بروف دو كتساوي 5000 ولا كتساوي 10 ولا كتساوي 50000، ومن بعد كنديرو لانتربريتاسيون. دونك السؤال الاولاني لو كود لونسمون، دونك لا فورمي ديال كود لونسمون خاصكم تعقلوا عليها، هو كود لونسمون كيساوي لا دوموند انيويل على لا كونتيتي ابروفيزيوني فوا لو كود لونسمون، كيساوي هو 100000 كنقسمو على كونتيتي ابروفيزيونيه 25000 مضروبه في 250، دونك كتعطيونا 1000 درهم، هو لو كود لونسمون هذا انويل. الا خدنا لينا في لاين انويل عندنا 100000، وفي كل كونتيتي كناخذو فيها 25000، سوبوزون ان خدنا لا كونتيتي فيها 5000، اذا كناخذ لا دوموند انويل كنقسمو على 5000 كنضربها في 250 كنلقاو 5000 درهم هو لو كو دو لونسمون. في الحاله الثانيه الا درنا من ابليكاسيون ولكن غنغيو في لا كونتيتي هي 10000، غنلقاو 2500. في الحاله الثالثه غنلقاو 50000، اذا الا لاحظنا غنلقاو في الحاله ديال لا كونتيتي 25000 عندنا 1000 درهم، الحاله ديال 5000 5000 10000 2500 في 50000 500. هنا كندير واحد لانتربريتاسيون، يعني العلاقه بين لا كونتيتي ابروفيزيوني ولا لا كوموند مع لو كود لونسمون. لوسك لا كونتيتي ابروفيزيوني اوغمونت لو كود لونسمون ديموني، الا تقدينا كميه كثيره لو كود لونسمون كيهبط والعكس. بمعنى واش حسن نتقدر 4 المرات السلعه في العام ولا نتقداها غير 2 المرات؟ الا تقديتها 4 المرات في العام ان لوكو ديال الترونسبور كيرتفع والمصاريف كترتفع، ولكن الا تقديتها 2 المرات في العام ان المصاريف كتقلل. اذا هذه هي لانتربريتاسيون. ناخذ اكزرسيس اخر، دونك اكزيست 4 لي بوزوان دون انتربريز اندستريال كونسيرون لا كونسوماسيون دون ماتيير انترفونون دون لي ديفيرونت فابريكاسيون اي ديتيرميني سولون لو بروغرام انيول سويفون. دونك حنا عندنا في العام واحد البروغرام دونك ديال لا كونسوماسيون ديال واحد الارتيكل ولا ديال واحد لا ماتيير، عندنا لا بيريود وعندنا لا كونتيتي كونسومي. الا خدنا في مارس، يعني من الاول ديال جونفي حتى لافان ديال مارس كونسومينا 800، يعني من لافان ديال مارس حتى لافان ديال جوان كونسومينا 750، من لافان ديال جوان حتى لافان ديال سبتمبر كونسومينا 650، من لافان ديال سبتمبر حتى لافان ديال ديسمبر كونسومينا 200000. وعندنا لو ستوك انيسيال في الاول ديال جونفي هو مليون ديال الكيلوغرام ديال السلعه. سات انتربريز كوفرير سي بوزوان اون كونكليو افيك ان فورنيسور ابيتويل ان كونترا دو تروا ليفريزون. دونك لونتربريز باش تغطي الحاجيات ديالها درت واحد العقد مع واحد الفورنيسور كيفوري لها السلعه، يعني في ثلاثه د المرات كتدخل السلعه في الاول ديال شهر 4 600000، في الاول ديال شهر 7 600000، في الاول ديال شهر 11 600000. اذا لا كونتيتي اللي كنطلبوا كتكون فيكس عندنا، ولا كونسوماسيون كتبان لكم راه مختلفه حسب الشهور. وعطاونا ستوك مينيموم كيساوي 200000 وستوك سيكوريتي كيساوي 100000. دونك السؤال الاولاني اللي خاصنا نخدموا به هي غوبريزونتي غرافيكمون اي كومونتي لا كورب. اذا نحاولوا نديروا واحد التمثيل مبياني ديال ديك لا كونسوماسيون ديال الشركه، وفي نفس الوقت ندير واحد الانتربريتاسيون. دونك في هذا المحور ديال الاراتيب كنديروا لا كونتيتي اللي عندنا، وفي محور الافاصيل كنديروا الشهره، ومن الافضل ندير الشهره في الوسط شهر 1 2 3 4 حتى شهر 12. من بعد كنحاول نتراسي ستوك دي سيكوريتي،
هو فيه 100 ألف وستوك مينيموم كيساوي 200 ألف، وكنحاول من بعد نحاول نتراسي السلعة اش موقيت غتدخل. السلعة غتدخل في الأول ديال شهر 4، وغتدخل السلعة التانية لا كوموند التانية غتدخل في الأول ديال شهر 7، والتالتة غتدخل في الأول ديال شهر 11، ولي كونتيتي اللي غيدخلوا هو 600 ألف. وكنحاول نرسم هاد النقاط ولا هاد المنحنيات هادو. من بعد تنقول شحال عندي في ستوك انيسيال ولا ستوك ديال الأول ديال جونفي، عندي فيه مليون. إذا عندي مليون، إلا جيت لا كونسوماسيون عندي في لا كونسوماسيون 800، إلا عندي مليون ديال ستوك ولا ستوك انيسيال عندي فيه مليون وكونسوميت أنا 800، غتبقى عندي 200 في المكازا. إذا في لافان ديال شهر 3 غتبقى عندي 200. إذا من مليون كونسوميت 800 في هاد لابيريود هادي، أنا تبقى عندي 200. إذا توشيت ستوك مينيموم، دخلت السلعة في الأول ديال شهر 4، إذا كانت عندي 200، إلا زدت لها 600 دخلت ولي عندي 800. إذا غتلقى عندي 800 في ستوك في الأول ديال شهر 4، فهاديك لا بيريود كونسوميت 750. إذا كان عندي 800 وكونسوميت 750 غتبقى عندي 50. إذا في لافان ديال هاديك لا بيريود هي لافان ديال شهر 6، غتبقى عندي 50 في المكازا. إذا من 800 ل 50، إذا لا كونسوماسيون اللي أنا كونسوميت تقريبا 750 في هاد لا بيريود هادي. من بعد دخلت عندي السلعة كانت عندي 50، دخلت 600 غتولي عندي 650، غتولي عندي في لا بيريود 650. 650 كونسوميت 650، إذا 650 اللي كانت عندي تكونسومات، ولكن فاش من بيريود في لا فان ديال شهر 9 هي فاش كونسوميتها. إذا المكازا ولات عندي فيها زيرو، ما بقاش عندي فيها حتى شي حاجة، لأن الستوك اللي كان عندي راه تكونسوما. اش موقيت غدخل السلعة؟ دخلت السلعة في شهر 11 في الأول ديال شهر 11، شحال غدخل؟ دخل 600. وشحال غادي نكونسومي؟ غنكونسومي فيها 100، غتبقى عندي في المكازا. إلا لاحظتوا أن عندنا المرحلة الأولى فيها 3 شهور، إذا شهر 1 2 3، المرحلة الثانية فيها حتى هي 3 شهور بي 2، و بي 3 فيها 3 شهور، وعندي واحد بي 4 اللي أصلا فيها لا غيبتيغ دو ستوك، ما كانش عندي فيها السلعة. ولا بيغيود 5 تقريبا فيها شهرين. إذا إلا شفتوا الملاحظة أنك كتلقاو 3 شهور 3 شهور 3 شهور، من بعد كتلقاو شهر في لا بيريود 4، عاد لا بيريود 5 كنلقاو فيها تقريبا شهرين. وعندنا لا كونسوماسيون غير يعني غير ثابتة. هنا خاصني ندير واحد لانتربريتاسيون ديال هاد لي بيريود. عندنا 5 ديال لي بيريود، دونك إلا خدنا لا بيريود الأولى دونك عندنا فيها لا دوغي 3 موا، لا كونسوماسيون نعتبروها فورت يعني مرتفعة، اي اون توشي لو ستوك، لو ستوك قسنا لو نيفو ستوك مينيموم، توشينا ستوك مينيموم. في لا بيريود الثانيه حتى هي نفس لا دوغي 3 شهور، لا كونسوماسيون موين 750 مقارنه مع 800، اي اون ايبويزي لو ستوك مينيموم، ستوك مينيموم تقاد ما بقى فيه حتى شي حاجه، وكونسومينا النص ولا 50% في ستوك دو سيكوريتي. وقلنا ستوك دو سيكوريتي هو واحد ستوك ديال لامبريفيزيبل ديال الحاله الطارئه، وستوك مينيموم هو داك ستوك في انتظار دخل السلعه. لا بيريود 3 حتى هي فيها 3 شهور، ولا كونسوماسيون عندها موين ولا فيبل بارابور لا بيريود 1 ولا بيريود 2، ولكن اون ايبويزي لو ستوك مينيموم ولو ستوك سيكوريتي، استهلكنا لي ستوك بجوج، ما بقى عندنا حتى شي حاجه في المكازا، لان ولنا في شهر لافان ديال شهر 9 عندنا فيه زيرو. وفي لا بيريود 4 عندنا فيها لا دوغي شهر وعندنا فيها لا غيبتيغ، الشركه غتحبس غتوقف في الخدمه ديالها لانه ما بقاش عندها ستوك. في لا بيريود 5 عندنا فيها دوغي شهرين، لا كونسوماسيون تري فيبل ولا موين ضعيفه فيها 200، ما قسناش لا ستوك مينيموم لا ستوك دو سيكوريتي.